يذد كل فكر سلفي، يذد كل فكر متشدد ويقول في كلمته وما خافش، ونحن ما نخافوش وما نش باش نخافه. هو اليوم نهار أسود علينا احنا خاطر نحبوه، أسود على تونس خاطر الناس كل تحبه، قالوا عليه الكلام الكل، وقالوا عليه اللي هو يعطي في الفلوس، وقالوا يعكر في الجو، وقالوا يكدر، وقالوا يحط في العصا في العجلة. توا دفع الفلوس شكري بالعيد باش يقتلوه، توا دفع الفلوس باش يجي الكرتوش لتونس ويقتلوه. 4 كرتوشات في راسه، 4 كرتوشات في راسه، 4 نية واضحة ومبيتة للقتل، ما فما حتى رغبة وحتى نية، وحتى نية لا من بعيد لا من قريب باش يحيا. شكري ميت، صحيح ميت شكري بالعيد، أما أهبطوا لتونس، شوفوا تونس توا، شوفوا الجهات توا، شوفوا العباد. أنا عزائي الوحيد، أنا عزائي الوحيد، هي المسيرات اللي تمشي توا، هي الناس اللي يحبوه والناس يحبوه. قالوا عليه كل شيء، كفروه وقالوا مش تونسي، وقالوا قعروا يتكلم بالقاء، وقالوا عليه كل شيء، والناس تحبوا والناس تسمعوا. واللي قتلهم واللي شواهم هو أنه دعا الناس للحوار ومد يديه للحوار، وفي التلفزة قالهم يجاو نتحاوروا. والنهضة مسؤولة على موت شكري بالعيد، ونحمل النهضة المسؤولية، ونحمل النهضة المسؤولية، ونتحمل مسؤوليتي وأنا موجودة بعده، والرفاق في حزب الوطن الموحد موجودين بعده، والرفاق في الجبهة موجودين بعده، وكل القوات التقدمية في تونس موجودة بعده، ومانيش باش نتراجع ونتحمل مسؤوليتي. والكلنا معارضين كتافنا للكرتوش ويخرجوا كرتوشهم الكل. وتونس اليوم نهار أسود، لكنه باش يكون نهار باش يقلب المعادلة، وكان جي يحبوا يسمعوا، وكان عندهم نفس واحد ديمقراطي، نفس واحد يحب البلاد، لو كان عندهم عرق واحد يحب البلاد يسمعوا البلاد اليوم مش قاعدة تقول في الشارع في الجهات الكل، الناس الكل هبطت. أنصار شكري بالعيد كانوا سائرين وشدوا على مواصلة مسيرته النضالية. كل اليوم تونس الكل هاليوم هي شكري، شكري عمره ما عمل جارد كار، شكري عمره ما خاف، قال هما الجبناء، أنا ولد الشعب، أنا ولد الشعب وما نعملش كون يحميني. قلنا له في الجبهة الشعبية يا رفيق شكري لازمك حماية خاصة، راك تجيك تهديدات. راهو الرفيق الناطق الرسمي قال له يا شكري يلزمك حماية خاصة، قال له يا حما أنا ولد الشعب، أنا نتكلم بلغة الشعب، لكن يحبوا يقتلوا الشعب خليه يقتلوه. ولذلك كلمتنا الوحيدة اليوم الجبهة الشعبية لن تتوقف. شيء فظيع اللي وصلنا له، واحنا اللي نحب نقوله معناتها اللي كان يعمل فيه شكري آلاف التوانسة، اللي ما كانش مع شكري اليوم شي يولي مع شكري، واللي كان مع شكري باش يواصل في نفس المسار، وحتى هم مش يخوفوا حتى حد، ما هم خوفين حتى حد. لكن اللي نحب نقول نبهنا عنا برشا، عنا عام وعام ونص راهو سلاح يحوس، راهو مش معقول هال عدم قيام بالمسؤوليه. هذا هو انا وصلنا له، وصلنا له اليوم بالكرتوش ولا الاختيار السياسي في تونس ولا بالكرتوش، وهدوا واعلنوا، معناتها هذا اغتيال معلن عليه وصلوا له. شكري يقولوا قبل تحركات في سليانه خاطر شكري عطى الفلوس، زعما شكري تو في القبه تو هو كميت عطى الفلوس للناس كل اللي قاعده تحتج معناها من بلاصه لبلاصه. الجهات كلها تتحرك على خاطر شكري بالعيد ميت ويعطي عطاهم الفلوس. من نبكي على شكري خويا ولدي واللي نعرفه من 22 سنه من قبل ما يمشي يقرا في العراق وقبل ما يعرس. انا نعرف شكري الانسان، مانيش نحن نحكي على شكري السياسي، هو الانسان كان انسان، كان انسان بكلمته. انا نعرف شكري، انا اليوم من المفروض عندي معاه رونديفو وشكري معناها كلمتني بنتي قالت لي مماره وشكري توفى، طونطو شكري توفى، نقول لها وشكون؟ تقول لي طونطو شكري قتلوه. بوي لحد الان مانيش مصدقه. انا كلمته المره اللي فاتت قلت له شكري سمعت بك يهدوا فيك، قال لي لا حكايه فارغه نيله ما تخافش. انا شكري عيط لي امي قبل، مش امي مش خويا مش ولدي، اكثر من خو شكري. اول اغتيال سياسي بعد فرحات حشاد كان اليوم 6 فيفري 2013، اغتيال فجر معاه برشا قضايا وتخوفات على مستقبل تونس، اللي تاكد اليوم انه السلاح موجود رغم كل التكذيبات. مدينا لكم الثورة على الطبق، رجعتونا بالدم، رجعتونا دماء، رجعتونا اغتيالات، ويمش ربيو صغارنا احنا بعد، حتى الامان ما عادش يحسوا فيا احنا تويك الان. ما يحبوش
اش عندي حتى ما عادش يا مدام حس كل جيالي شو قلت لمت شو قلت صغاري انا راح نكذب عليهم ونقول راه جاكم نظام منتخب هاو نظام منتخب شو يعمل هاو شو يعمل اجيال الساده كي مشيتوا تليتوا صلحتوا التعليم وصلحتوا البلاد وسيبتوا عليكم اللعب بالكراسي هذا كان افضل محاصه حزبيه والوطنيه ما عندكمش انتم ناس تفتقدوا الوطنيه لو كان جيتوا وطنيين كنتوا تلهوا بالقضايا الاساسيه مش تدوروا علينا تقتلونا فرد تقتلوا الوطنيين الحقيقيين وانتم كنتوا شرع مالكم في الحبوسات وهذا هو المنتظر منكم من الحبس هاو شو تعملوا يعني انتم في ايران تاع جرام مجرمين يستحيل باش يموت وما تموتش البلاد. فالمشاهدين كانت هذه الصور.